لنرى إذا كان بالإمكان استخدام ما تعلمناه عن النوابض لنحصل على البديهية الكافية لتحرك النابض في الحركة التوافقية، وعمليا سوف نخوض في عالم المعادلات التفاضلية لكي لا تشعر بالرهبة عندما نصل إلى هناك أو أغمض عيناك عندما يحدث هذا. على أي حال، رسمت نابض كما قمت به في الفيديوهات السابقة، والصفر هذه النقطة في محور السينات حيث النابض في حالة الراحة، وفي هذا المثال لدينا الكتلة وهي M موصولة مع النابض، وقد مددت النابض، لقد قمت بسحبه. إذا الكتلة الآن موضوعة عند النقطة A. إذا ماذا سيحدث لهذا؟ حسنا، كما نعلم القوة الإصلاحية للنابض تساوي ناقص الثابت ضرب وضع X. الوضع X يبدأ عند A في البداية، في بداية الزمبرك سوف يسحب عائدا بهذا الشكل، الزمبرك سوف يتراجع بهذا الشكل وسوف يصبح أسرع وأسرع. ونعلم عند هذه النقطة لديه الكثير من طاقة الوضع. عند هذه النقطة عندما يتراجع عائدا لحالة الراحة سيكون هناك سرعة والكثير من الطاقة الحركية وطاقة وضع قليلة، لكن الزخم له سوف يجعله يتوافق ويضغط الزمبرك طوال الوقت حتى تتحول كل الطاقة الحركية إلى طاقة وضع، والعملية تبدأ من جديد. لنرى إذا كان بالإمكان فهم ما هي X وكيف تبدو كاقتران للزمن. إذا الهدف هو معرفة X كاقتران للزمن، هذا سيكون هدفنا في هذا الفيديو وممكن أيضا في الفيديوهات القادمة. إذا لنحاول فهم ماذا يحدث هنا، لنحاول رسم X كاقتران للزمن. إذا الزمن هو متغير مستقل وسنبدأ عند زمن مقداره صفر. إذا هذا محور الزمن، لنرسم محور السينات. هذا قد يكون غير اعتيادي لك بالنسبة لرسم محور السينات في العمودي، فهو متغير غير مستقل في هذه الحالة. إذا هذا محور السينات في العادة، أو يمكن القول X بالنسبة لتي. إذا X هي اقتران للزمن، X بالنسبة لتي، وهذه الحالة هذا ما رسمته هنا، هذا عند الزمن يساوي صفر، أليس كذلك؟ إذن هذا عند الصفر، لنغير اللون. إذن عند الزمن صفر ما هو موقع X من الكتلة؟ حسنا، موقع X هو A. إذن إذا رسمت هذه الـ A عمليا لنرسم خط هنا وهذا سيكون مفيد، هذه الـ A ومن ثم هذه ستكون لنحاول جعله نسبيا متناسب. حسنا، هذه سالب الـ A إذن عند زمن t يساوي صفر أين هذا؟ حسنا، هذا هو عند A. إذن هذا هنا حيث هذه الرسمة، عمليا لنقوم بشيء مثير للاهتمام لنحدد الفترة. إذن الفترة سأقول حسنا T، لنقول أن الفترة هي كم الوقت الذي تأخذه هذه الكتلة لتسير في هذا الوضع، وسيتسارع ويتسارع ويتسارع، ستسير بسرعة عند هذه النقطة كل الطاقة الحركية، ومن ثم تبدأ بالتباطؤ وتتباطأ وتتباطأ، ومن ثم القيام بكل هذه العملية على طول مسار العودة. لنفرض أن T هو كمية الوقت للقيام بكامل العملية، أليس كذلك؟ إذن عند زمن صفر، ونعلم عند الزمن T
عند الزمن تي، هذا الزمن تي، وأيضا سيكون عند A. أحاول فقط رسم نقاط معينة التي أجدها لهذا الاقتران، ونرى إذا كان بالإمكان من الناحية التحليلية إيجاد ذلك. إذن إذا كانت تي للسير هناك والعودة، ستأخذ تي وتتطلب ثوان على 2 ثانية للوصول إلى هنا، نفس الزمن يتطلب منا للوصول إلى هنا، وهو نفس الزمن للعودة مرة أخرى هنا. إذن عند تي تقسيم 2 ماذا ستكون إكس؟ ماذا ستكون إكس؟ الكتلة ستكون هنا تي على 2. حسنا، عندها سوف تنضغط كل الطريق هنا، إذن تي على 2 ستكون هي هنا، ومن ثم عند النقاط في المنتصف ستكون عند x وتساوي 0. حسنا، ستكون هنا وهنا، على أمل أن يكون هذا منطقي. إذن الآن نعلم هذه النقاط، لكن لنفكر كيف يبدو الإقتران الفعلي. هل سيكون خط مستقيم للأسفل وللأعلى، ومن ثم مستقيم للأسفل ومن ثم للأعلى؟ هذا سيتضمن، فكر بهذا، إذا كان لديك خط للأسفل طول الوقت، هذا يعني أنه سيكون لديك معدل تغير ثابت لقيمة X. والطريقة أخرى للتفكير بهذا هو سيكون لديك سرعة ثابتة، أليس كذلك؟ حسنا، هل لدينا سرعة ثابتة طول هذا الوقت؟ حسنا، لا نعلم عند هذه النقطة. هنا لدينا سرعة عالية، أليس كذلك؟ لدينا سرعة عالية، ونعلم عند هذه النقطة لدينا سرعة منخفضة. إذن أنت تتسارع هنا طول الوقت، وعمليا عندما تفكر في هذا أنت فعليا تتسارع بمعدل متناقص، لكن أنت تتسارع طوال الوقت، ومن ثم تتسارع ومن ثم تتباطأ طوال هذا الوقت. إذن معدل التغير لإكس ليس ثابت، لذا لن يكون هناك شكل متعرج، أليس كذلك؟ وسيستمر للسير هنا، ومن ثم سيكون هناك نقطة. إذن ماذا يحدث عندما تبدأ؟ ستسير ببطء. إذن التغير في إكس هو بطيء جدا، ومن ثم تبدأ بالتسارع، ومن ثم عندما تصل إلى هذه النقطة هنا سوف تبدأ بالتناقص هكذا حتى هذه النقطة، السرعة تساوي 0. إذن معدل التغير أو الميل سيكون 0، ومن ثم سيبدأ بالتسارع مرة أخرى. السرعة ستكون أسرع وأسرع، ستكون سريعة جدا عند هذه النقطة، ومن ثم ستبدأ بالتسارع عند هذه النقطة. إذن عند هذه النقطة ما الذي تتوافق معه؟ إذن نعود لـA. إذن عند هذه النقطة السرعة هي 0 مرة أخرى، إذن معدل التغير لـX هو 0، والآن سنبدأ بالتسارع. الميل يزداد ويزداد، هذه النقطة للطاقة الحركية العالية هنا، ومن ثم السرعة تبدأ بالتباطؤ، ولاحظ هنا الميل عند هذه النقطة هي 0. إذن هذا يعني لا يوجد طاقة حركية عند هذه النقاط، وستبقى تسير أكثر وأكثر وأكثر. إذن كيف يبدو هذا؟ حسنا، لم أثبت هذا، لكن دون كل هذه الاقترانات التي لدي في المراجع، وهذا يبدو رهيب مثل اقترانات المثلثية. وإذا كان يجب اختيار واحد سأختار جيب التمام. حسنا، لماذا؟ لأنه عندما جيب التمام يساوي 0 سأكتب هذا، جيب التمام للصفر هو 1، أليس كذلك؟ إذن عندما يساوي 0 هذا الاقتران يساوي A. إذن هذا الاقتران من المحتمل أن يبدو شيء مثل A جتا
جتا، وسأستخدم المتغير أوميغا من المحتمل. إذن A جتا أوميغا لتي، وتبدو شيء كهذا. وسنتعلم خلال ثواني كيف ستبدو بالضبط، لكن أريد أن أثبت لك هذا. إذا لنتعرف كيف يمكن إيجاد ما هي أوميغا، وهي محتمل أن تكون اقتران للكتلة لهذا الجسم، وهي أيضا اقتران لثابت النابض، لكن لست متأكدة. إذا لنرى ما يمكن إيجاده. حسنا، الآن سأخوض بالقليل من التفاضل في الواقع المناسب من التفاضل، وسنتعامل مع المعادلات التفاضلية. ربما تكون هذه أول معادلة تفاضلية تراها في حياتك. إذا إنه حدث لا ينسى، لكن لنتابع. أغمض عينيك إذا أردت أن لا ترتبك، أو شاهد فيديو التفاضل على الأقل بحيث تتعلم ما هي المشتقات. إذا لنكتب ما هي المعادلة البسيطة، أو لنعيد كتابة هذا في الطريقة التي نعرفها. إذا ما هو تعريف القوة؟ القوة هي الكتلة ضرب التسارع، أليس كذلك؟ إذا لنعيد كتابة قانون هوك، لنغير الألوان. الكتلة ضرب التسارع تساوي ناقص ثابت النابض ضرب الإزاحة. وسأكتب الإزاحة كاقتران لتي. إذا فقط تذكر، نعلم أن X هي متغير مستقل، بحيث إذا لم أكتبها كاقتران للزمن سنفكر فقط أنها X. حسنا، لأنه في هذا الاقتران الذي نريد إيجاده نريد أن نعرف ماذا يحدث كاقتران للزمن. وعمليا قد يكون هذا مراجعة جيدة للمعادلات الحدودية هنا حيث ندخل في التفاضل. ما هو التسارع؟ إذا سميت الوضع X، الموقع X كاقتران للزمن تي، أليس كذلك؟ أضع زمن معين وسيدلني هذا على ما هي قيمة X، هذه الإزاحة. ما هي السرعة؟ حسنا، السرعة هي المشتقة لهذا. حسنا، السرعة عند أي نقطة ستكون المشتقة لهذا الاقتران، معدل التغير في الاقتران بالنسبة لتي. إذا سأخذ معدل التغير بالنسبة لتي أو X بالنسبة لتي. إذا يمكن كتابة هذا ك dx dt. ومن ثم ما هو التسارع؟ حسنا، التسارع هو معدل التغير في السرعة، أليس كذلك؟ إذا سنأخذ المشتقة لهذا، أو طريقة أخرى للقيام بهذا هو كأخذ المشتقة الثانية للاقتران الإزاحة. إذا في هذه الوضعية التسارع يساوي أو يمكن كتابة هذا. أنا أعطيك كل الإكس المشتقة الأولى لتي، المشتقة الثانية لإكس بالنسبة لتي، أو هذه فقط رموز X تربيع. إذن هذه المشتقة الثانية. الوقت ينفذ، سأراكم في الفيديو التالي. تذكر ما كتبته هنا. إلى اللقاء.